السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج حكايتي. النهاردة هيكون معانا فقرتين مختلفتين تماما. الفقرة الأولى هيكون معانا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الصبيحي، الكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم. وده طبعا اللي احنا هنتكلم عن دور الشرطة المصرية ودور وزارة الداخلية في المهام اللي بتقوم بيها على أرض الواقع في بلدنا الحبيبة مصر. معانا النهاردة ضيف عزيز على القلب، رجل ذو كلمة، رجل ذو قامة، أنا شخصيا بحترمه على المستوى الشخصي لأنه طبعا هو غالي علينا وغالي على الناس كلها. رحبوا معانا مع الأستاذ أحمد الصبيحي. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، شرفتنا النهاردة ببرنامج حكايتي. شرف ليا وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. ربنا يعزك، شرفتنا. الله يكرمك. طبعا احنا عايزين نتكلم في البداية عن الشرطة المصرية. إيه هي الشرطة المصرية وإيه الدور اللي بتقدمه لحفظ الأمن والأمان داخل دولتنا الحبيبة مصر؟ أولا لا أحد يستطيع أن ينكر دور وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة خلال الفترات الماضية، وكلنا لامسين دور وزارة الداخلية في وجودها مع المواطن في جميع القطاعات المختلفة، سواء مبادرات كلنا واحد اللي بتطلقها الوزارة أو مكافحة الجريمة بشتى صورها أو تنفيذ القانون أو تنظيم المرور، حركات المرور، لحضرتك تعرف تروح شغلك، الطالب يعرف يروح مدرسته، التلميذ يعرف يروح مدرسته، الطالب يعرف يروح جامعته، قطاع مكافحة المخدرات وحيازة الأسلحة الغير مرخصة، المبادرات الرئاسية كلنا واحد اللي موفرة جميع السلع ومطروح على ارض الواقع باسعار مخفضه جدا. وبعدين الشرطه ما هي منك ومني وبيسهروا علشان احنا نكون امنين. حضرتك بتعدي بالليل بالنهار في اي وقت بتلاقي ضابط الشرطه واقف علشان خدمه حضرتك وخدمتي وخدمه ده وخدمه ده، تساله ويجاوبك، يوجهك للطريق الصح، تايه يوجهك، يعني ما فيش حد بيتاخر على اي حد. لا ينكر احد الدور اللي بتقوم بيه الشرطه المصريه. طبعا انا عايز اعرف بس في البدايه، طبعا ازاي انت بتشوف وزاره الداخليه في مكافحه الارهاب؟ اولا وتجاره الاسلحه وتجاره العمله حاليا. اولا هم شغالين بصراحه شغل من نار حقيقة، وأنا كان ليا مقولة دايما أقولها إن الروح النقية في الشرطة المصرية. وهلخص لحضرتك الروح النقية في الشرطة المصرية. أنا كنت قايل كلمة في الجريدة عن الروح النقية في الشرطة المصرية. مظبوط، ده كان ليا مقال ليا فعلا في عيد الشرطة، إن كل مهنة ولها صعوباتها وتحدياتها، وده يتمثل في مواعيد العمل. في هيكون معانا المقالة دلوقتي ان شاء الله باذن الله. طب في مواعيد العمل اللي ما تتناسبش مثلا مع حضرتك او رئيس في العمل يكلفك بما لا تطيقه، وربما تكون ازمتك انك مش طايق مديرك في العمل، مش متناسب وقتك مع وقت بيتك واولادك وانك تشوفهم، ضابط الشرطه ممكن يرجع بالليل ويطلع الصبح ما يشوفش ولاده، يرجع يلاقيهم نايمين ويطلع الصبح وهم نايمين برضه. فمش اي حد يقدر، هو وقته مش ملكه اصلا. بالظبط، ما فيش اي حد يقدر يستطيع كده، وربنا يكون في عونهم بصراحه. الامور بتتلخص في ان كل واحد بيبقى مثلا ليك اجازه يوم او يومين بترفه فيها عن نفسك وعن اسرتك. كل هذه الامور سرجتها اسهل من ان تتجاوز إذا نظرت إلى رجل الشرطة إن ما عندوش وقت أجازات، ما عندوش وقت راحات، ما عندوش وقته مش ملكه. بالظبط، ممكن يكون في البيت والساعة 2 بالليل يتصلوا عليه تعالى. طبعا الليل قبل النهار، وإحنا بنعدي على كل الأكمنة وبنشوف الكلام ده، وفي الأقسام كمان وبنشوف ده بنفسنا. الشرطة أو رجال الشرطة عامة بيقدموا روحهم للوطن وروحهم عشان حضرتك تعيش وانا اعيش في حياه امنه وحياه مستقره. وجت على مصر فترات كانوا للاسف الشديد خارجين عن القانون، بيستغلوا عدم وجود رجل الشرطه في الشارع، وكانوا
بيخرجوا عن السيطره وعن القانون، ولكن في الوقت الحالي فيه جهاز اسمه وزاره الداخليه في مصر قادر فعلا يوفر للمواطن المصري حمايته وامانه ويكون في خدمته في كل وقت. طبعا. اتفضل. طيب احنا عايزين نعرف دلوقتي فيه طبعا استغلال للاسعار. تمام. وعدم ضبط للسوق حاليا في الوقت الحالي، كل تاجر بيبقى عايز يحط السعر اللي هو عايزه. في ظل الغلاء اللي احنا فيه دلوقتي، ايه دور وزاره الداخليه في حاجه زي كده؟ دور وزاره الداخليه ان هي وفرت في جميع محافظات مصر المبادره الرئاسيه كلنا واحد، وخلت طبعا منافس كل فروعها تقريبا على مستوى الجمهوريه. خلت ليها منافذ في جميع المحافظات وجميع انحاء الجمهوريه، دي لمحاربه الغلاء وانها تقدر تسيطر على الاسواق، وان هي بتوفر السلع دي باسعار مخفضه. ومشكلتنا ان احنا عايزين على لكل تاجر او كل واحد يبقى عايز حد يراقبه. طب فين ضميرك؟ بالظبط. يعني انت فين ضميرك من ان انت مثلا اللي رايح يشتري سلعه، ليه اخد مثلا من السلعه زيت على سبيل المثال، اخد 10 ازايز زيت للبيت اقول لك عشان هتحصل ازمه؟ ليه افترض الازمه قبل حدوثها؟ احنا اللي بنعمل الازمه، واحنا اللي بنخلي التاجر يعمل فينا كده. والتاجر المفروض يبقى عنده ضميره اللي بيشتري الحاجه ده، ما هو اخوه واخته ووالده ووالدته وابنه. هو بيعمل احتكار للسلعه، هو طبعًا بيعملها اصلا طبعًا عليه هو قبل ما يعملها على المواطن. طبعا طبعا. فده طبعا لا يجوز. طبعا 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 طبعا. احنا بنحيي الشرطه المصريه وبنحيي جميع قيادات الدوله على هذا الامر. طبعا. طيب حضرتك ليك مجال واسع في مجال الصحافه، وحضرتك ذو سن صغير يعني لسه ما شاء الله وصلت لمكانه كبيره في الصحافه. ايه رسالتك بقى للي هو لسه في كليه اعلام وان شاء الله ممكن يكون زيك؟ والله كليه الاعلام بتختلف عن باقي الكليات التانيه. كليه الاعلام كليه عمليه اكتر من انها كليه نظريه. يعني انا بنصح كل طالب في كليه الاعلام ان هو يسعى من اول سنه ليه في الدراسه بعد ما يخلص امتحانات الصف الاول في كليته او الفرقه الاولى في كليته، ان هو يحاول ينزل تدريب عشان يكتسب خبره، سواء كان تخصصه صحافه ينزل في اي جريده، تخصصه اذاعه وتلفزيون ينزل في اي اذاعه او اي قناه، تخصصه علاقات عامه ينزل قسم العلاقات العامه في اي مجال. المهم ما يقتصرش على قد الجانب النظري فقط، لان كليه الاعلام الكليه لها طبيعه مختلفه عن باقي الكليات. لازم يكون ليك خبره لما تتخرج. اتخرجت وعندك خبره هيقدر يكون ليك مجانه في سوق العمل عامه. ما عندكش خبره هتتعب على ما هتحفر لنفسك اسم في المجال. بالظبط. ما شاء الله حضرتك ليك مقالات كتير وليك اخبار كتير في اخبار اليوم. عايز اعرف منك ايه رايك في وزير الداخليه الحالي؟ ممكن تقول لنا؟ تحت امرك. اولا وزاره الداخليه في الوقت الحالي بتتمتع بقائد حكيم اللي هو محمود توفيق وزير الداخليه، راجل انسان من طراز رفيع. راجل يعني دايما بنتقابل معاه في المؤتمرات الرسميه وفي الاحتفالات الرسميه، راجل انسان بما تحمله الكلمه من معاني. ويمكن انا تعاملت مع وزراء داخليه قبله، الراجل ده ما شفتش زيه. واتمنى من جميع ضباط الشرطه وجميع اجهزه وزاره الداخليه وجميع قيادات الوزاره ان يتخذوا الراجل ده قدوه، لانه فعلا مثال للقائد المحترم، الضابط الخلوق، الضابط الانسان. وده كله طبعا يدل على ان القياده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي فعلا بيختار رجال لقيادات الوزارات، رجال فعلا كل واحد يستاهل المكان اللي هو فيه. وبتبقى فيه دراسات على اختيار الاشخاص لاماكنهم. فانا من مكاني هنا بقدم كل التحيه وكل التقدير اللي هو محمود توفيق وزير الداخليه. رسالتك بقى لضباط الشرطه؟ رسالتي لضباط الشرطه اولا كل
ضابط شرطه في مكانه لازم ياخد اللي مثلا اللي عنده في اسم او اللي بيقابله في شارع او اللي بيساله على سؤال، اذا كان اخ او اذا كان اب او اذا كان ام او اذا كانت اخت او الكلام ده كله، يقدم له النصيحه. وده اللي بيحصل في الوقت الحالي، وان هم يتخذوا من وزير الداخليه وقدوه لقدوه تحتذى بها في مجال وزاره الداخليه. واحنا عندنا قائد حكيم رئيس عبد الفتاح السيسي، ده القائد الانسان، ربنا يبارك لنا في عمره. فعلا فعلا الراجل ده مصر محظوظه بيه. طبعا فعلا مصر محظوظه بالقائد ده، ربنا يبارك لنا في عمره. ربنا يبارك يا رب في عمره يا رب. عايزين نروح لسؤال تاني بقى. اتفضل. ايه راي حضرتك يا احمد الصبيحي في نقابه الصحفيين؟ بما انك صحفي، ومين ممكن تأيده ان يكون نقيب للصحفيين؟ اولا نقابه الصحفيين من النقابه اللي لها دور مختلف عن باقي النقابات، بحكم ان هي يعني كل اعضائها يعني يعتبروا اصحاب كلمه. نقابه الصحفيين دلوقتي بتجري انتخابات مجلس النقابه وانتخابات النقيب. وبصراحة عند يعني النقيب المرشح أو اللي أنا ممكن تأيده بعتز به الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، إن شاء الله يكون نقيب للصحفيين، وإن شاء الله النقابة تكون نقابة قوية زي ما هو ده شعاره، وراجل مكتبه مفتوح لجميع الصحفيين ولكل الناس، وربنا يوفقكم، واحنا كلنا ورا باذن الله. طبعا بنقدم له كل الدعم وكل الشكر والتقدير طبعا. ربنا يبارك فيك. عايزين نروح لسؤال تاني طبعا للشباب. الشباب دلوقتي كل همه ان هو يبقى ترند. وطبعا انا بتكلم في الموضوع ده كل حلقه، لان الموضوع بصراحه زاد عن حده. ده ممكن يكون في كلمه من حضرتك في الجريده الفتره الجايه؟ ان شاء الله باذن الله. اولا كل شاب ليه مجال مختلف عن التاني او متميز في مجاله في حاجه معينه، دي حاجه كويسه ان انا ليا مجال معين ايا كان هو المجال ايه، المهم ان انا اسيب بصمه للي بعدي او للي حواليا في مجالي، ان انا اقدر اساعد الناس من خلال مجالي. المهندس في 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 شغله، الطبيب في شغله، الممرض في شغله، الصحفي في شغله، الضابط، كلها مجالات مختلفة. لكن انك تتميز في مجال عملك ده مش اي حد يكون مميز. بقيت مميز وبقيت الناس فعلا اللي حواليك في مجالك بيشاوروا عليك، وفعلا انك حاجة بقيت مميزة تستاهل تبقى كل حاجه حلوه. الله ينور عليك يا استاذ احمد. الله ينور عليك. ربنا يحفظك. انا عايز اسالك بقى، اكتر موقف حصل لك في مجالك الصحفي وانت لحد دلوقتي فاكره مش قادر تنساه، موقف يكون مر عليك من فتره او قريب على حسب، حد طلب منك حاجه، حد كان قصدك في خدمه مثلا؟ والله هقول لحضرتك على حاجه يا باشمهندس عبد الله. اتفضل. مجال الصحافه المجال بيعرفنا كل يوم هو في جديد. من أجمل المواقف اللي أنا بتبقى معلمة معايا وأنا لامسها على أرض الواقع، لما بحضر مع سيادة الرئيس الاحتفالات والمؤتمرات الرسمية، وتشوف الرئيس وهو بيتكلم من قلبه للناس، اللي بيتكلم اللي بيشوف على الشاشة حاجة، واللي بيشوف وجها لوجه حاجة تانية. مصر فعلا زي ما قلت لحضرتك محظوظة بالقائد البطل الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. راجل فعلا بيتكلم من قلبه وفعلا عايز يخلي مصر رقم واحد في العالم، وإن شاء الله زي ما وعد هتبقى أم الدنيا وقد الدنيا طبعا بإذن الله. أتمنى أن كل الوزراء، كل المحافظين، كل القيادات في الدولة ياخدوا الراجل ده قدوة ليهم في مجالهم. كل واحد يبص الراجل ده بيعمل إيه، الراجل ده بيصحى من الساعة 5
بيلف على الاعمال التطوير من كباري لمدن جديده ليه الكلام ده كله. لا دي اكتر كلمه بصراحه يعني ما شفناش قائد ولا ناس، يمكن الناس اللي قبل اللي شافوا الرؤساء اللي قبل كده ما شفناش الراجل ده قبل كده. فعلا هبه من الله للمصريين ان الراجل ده يكون موجود على راس الدوله المصريه. ودي افضل كلمه ممكن نختم بيها فقرتنا النهارده مع حضرتك يا استاذ احمد، ونستقبل ضيفنا الاستاذ مصطفى عبد القادر، وطبعا بنوجه لك كل الشكر والتقدير. تحياتي لحضرتك وشرفت البرنامج وشرفتني انا شخصيا، وانا ممتن جدا لهذا الحوار يعني. ربنا يبارك في عمرك. متشكر جدا. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. بياكلوا سماش برجر من عند ماما، ايه رايكم؟ جوسي 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 ولا مش جوسي؟ لا جوسي قوي. ورينا كده. واو. انا عايز الاكل يخلص بسرعه. اهو هيطلع معاهم اهو ادم، ما تقلقش ادم بقى ال بحبه قوي زميلي الوقت. ايه رايكم يا جماعه؟ هدى 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 عشان ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايك يا يوسف؟ بجد ايه رايك يا بود؟ حاجه كان في شعار كده معروف كده اسمه ايه؟ يا قلبي لا تحزن. لا يوسف يا جماعه علامة قوي يعني، اجدع شيف في مصر. انت العالم والله مصطفى حبيبي والله. جوس يا جماعه؟ جوس ولا مش جوس؟ برجر. كل بقى كل بقى يا يوسف على طول قطمتك بقى. سيب ناكل بالشعلوم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع ضيفنا اللي شرفنا قبل كده طبعا في الحلقة اللي فاتت، معانا الأستاذ مصطفى عبد القادر صاحب مشروع ماما أو مطعم ماما. المهم إن هو في ماما في الموضوع. أهلا بك مصطفى. أهلا بك يا غالي، شرفتني النهاردة وسعيد جدا المرة التانية. أنا سعيد الحمد لله. إيه الأخبار؟ الحمد لله بخير والله. وصل لحد فين دلوقتي؟ لا الحمد لله ماما. التطور كبير يعني. إيه اللي حصل؟ عايزك تحكي لنا بقى باستفاضة أكتر عن التطور اللي حصل فيه من الحلقة اللي فاتت للحلقة دي. يعني الحمد لله الناس زادت، الجودة علت أكتر، الحمد لله الناس مبسوطة، أهم حاجة من الحاجة يعني من الساندوتش اللي بتاكله. الحمد لله يعني مبسوطة من المكان وحبت المكان خلاص، سواء أطفالها إخواتهم جميع الأسر يعني. طيب أنا عايز أعرف منك يعني في المكان نفسه، حضرتك كنت عامل عربية في الشارع في بورسعيد مظبوط كده؟ هل العربية دي ناوي تطورها مثلا؟ طبعاً. تفتح بقى مطعم تفتح مكان يعني معين؟ أنا ناوي إن شاء الله بعد العيد كده إن شاء الله يعني شهرين ولا حاجة خلاص بقى اخد المطعم ان شاء الله وضبه، افتحه بقى مطعم، اول مطعم سماش برجر في بورسعيد يعني ان شاء الله. ده هيبقى اول مطعم فعلا سماش برجر؟ اي مطعم؟ مفيش اي مطعم سماش برجر؟ انا بتكلم مفيش اي مطعم سماش برجر في بورسعيد كلها؟ هو انا الحمد لله اول، انا يعني انا اصلا عملت وفي ناس عربيات تانية فتحت الحمد لله يعني، ربنا يرزقهم كل حاجه، بس الحمد لله يعني كل واحد مميز يعني. انا مميز بالتفاصيل بتاعتي جدا يعني، انت اكلت عندي مثلا هتلاقي حاجه مميزه جدا، فاهمني؟ مميز ده اللي هيخليك تيجي. هنروح لك يا مصطفى على فكره. لازم تيجي. هنروح لك اكيد. لازم والله مستنيك. طبعا قلت لك هات معاك. هجيبه ايه؟ هيقعد 24 ساعه. خايف احسن الاكل يبوظ. لا ما ينفعش ده برجر. كنا هنفتح نفس الساده المشاهدين بس. والله انت تجي لي وانا اكلك يعني، اعمل لك اقوى سماش برجر في بورسعيد. ربنا يزيدك يا رب. كنت قريت حاجه قبل كده عندك على الصفحه ان انتوا ناويين انت والشباب اللي معاك والاصدقاء اللي معاك انكم هتعملوا حاجه في رمضان هتسعدوا بيها الناس اللي هي الاسر. ايوه الاسر محتاجين. بنلم انا واصحابي يعني الشباب زي برضه شباب محترم،
مثلا بنجمع مبلغ نجيب بيه خضار فاكهه الحاجات الاساسيه في كل بيت يعني. بس في بيوت يعني بتبقى طبعا ما عندهاش ولا خضار ولا فاكهه، مع الجانب بقى الحلويات اللي هي البسبوسه يعني الحلويات بقى، حلويات مشكله كده تبقى مع طبق الخضار مع شنطه الخضار والفاكهه، بحيث ان بيتوزع على كل بيت برضه مستحق يعني مش اي حد، لان يعني في ناس كتير. يعني حضراتكم بتعملوا زي استكشاف مثلا او هو تحري؟ مش استكشاف بس الناس اللي تستحق اللي احنا عارفينهم يعني، واللي بيدلونا على ناس برضه مستحقه احنا من احنا نشوفهم برضه، واكيد المستحق بياخد على طول يعني. في ناس بتسوق كده فيها تلاقيها مثلا مبسوطه جدا ما شاء الله، ويكلموك طب والنبي انا عايز شنطه وشنطتين، لا سيبها يا عم لغيرك اللي هو محتاج يعني، انت ليه الطمع ده؟ في ناس تفصل. ايوه ما عشان كده بقى احنا بنودي للناس المحتاجه فعلا اللي هي مستحقه، مش اي حد يروح له شنطه او اي حاجه. انتوا كام واحد في المبادره دي يا مصطفى؟ احنا حوالي 10 كده 12 يعني الحمد لله يعني. وكمان يعني اصحاب معارض عربيات ما شاء الله، دكاتره وكلاء نيابه ضباط فاهمني، بيشاركوا معايا برضه في الموضوع الحمد لله. يا جماعه انا بطالب من الساده المشاهدين اللي بيسمعوني دلوقتي واللي بيتفرجوا عليها، مصطفى عمل مبادره كويسه جدا، ان هو جماعه من زمايله معاه بيلموا من بعض كل واحد مثلا وليكن مثلا 100 جنيه ويعملوا حاجه كويسه قوي في رمضان، الشهر اللي يعني ان احنا بنستناه من السنه للسنه، عشان يفرح قلب اسره مش محتاج ما فيهاش لا تملك، ودي حاجه كويسه جدا. انا بدعي اي حد شايفني دلوقتي اي حد من صحابك كونوا العشره زي ما عمل مصطفى مع زمايله ونفس الموضوع، احنا والله ان شاء الله الخير هيعم على الناس. لو نقدر نعمل اكتر من كده والله ما هنتاخر يعني، احنا بنعمل اللي بنقدر عليه بما فيه الكفايه يعني الحمد لله. احنا لو نقدر نعمل اكتر من كده بالزياده والله ما هنتاخر ثواني. ايه اللي ممكن تقدمه بقى في رمضان بالنسبه للعربيه بتاعتك؟ طبعا في قطايف كده، قطايف نيه لبناني، هي بتاع الطريقه اللبنانيه دي ان شاء الله هتبقى معانا في رمضان ده. تطلب قبل الفطار طبعا عشان الناس تفطر بقى وتاكل تحلي بقى، والبرجر بقى الناس برضه يعني هيطلب معاه قبل الفطار بقى. طيب انا عايزك بقى للساده المشاهدين كده تقدم رساله بمناسبه شهر رمضان، وايه اللي ممكن تقدمه عربية ماما في بورسعيد عشان ننهي بيها الحلقة. هنقدم السماش برجر بتاعنا القطايف اللبناني، دي حاجة جديدة يعني هتبقى مميزة جدا في بورسعيد يعني مش أي حد بيعملها. هنحاول برضو ناخد أكبر كمية أوردرات يعني إن شاء الله، يعني مستعدين أصلا إحنا بنجهز لرمضان يعني إن شاء الله. هيكون في أوفرز ولا حاجة؟ الإيه؟ هيكون في عروض ولا حاجة؟ هعمل عروض طبعا، ده لازم اعمل عروض كده ان شاء الله يعني. مفيش اي حاجه كده نقولها على الهوا؟ الايه مثلا اي عرض كده اتنين مثلا ب 100 جنيه بدل 130 يعني 65 يعني يعني كل واحد ب 50. طبعا انا بشكر ضيف العزيز النهارده الاستاذ مصطفى حبيبي، وطبعا بتمنى له كل التقدير وبتمنى له كل التوفيق، وبشكرك جدا جدا على سفرك من بورسعيد لحد هنا حبيبي والله، عشان تشرفنا المره الثانيه. ده اقل حاجه والله، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق في اللي جاي. ان شاء الله. وطبعا بحب اشكر الساده المشاهدين على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.